ننتقل بقى مع حضراتكم دلوقتي ونتابع فعاليات البطوله المفتوحه للسكواش بمشاركه هنا بنتكلم 800 لاعب ولاعيبه. خلينا نروح نتابع التقرير ده ونرجع نكمل. البطوله طبعا هي بطوله من ضمن بطولات المدرجه في جدول الاتحاد المصري للسكواش. البطوله بيشارك فيها اكثر من 800 لاعب ولاعيبه في مختلف المراحل السنيه. برضو من الحاجات المهمه في البطوله دي انها في ايفنت مستحدث جديد اللي هم الناشئين والناشئات او الرجال والسيدات تحت 23 سنه. ده ايفنت جديد مستحدث برضو موجود هنا في البطوله. البطوله هي تاني بطوله في السيزون، ويمكن الاول اربع او خمس بطولات في السيزون بيبقوا مهمين جدا لان هم بيحددوا الرانك بتاع اللعيبه طول السيزون. بعد كده بيتحدد على اساسه منتخب مصر اللعيبه اللي بتشارك في البطولات باسم مصر بره. طبعا الاول نادي بلاك بول هو يعتبر النادي الاول في الشرق الاوسط المتخصص في رياضه الاسكواش. البطوله المره دي متنظمه حلوه، اخر مره كان تقريبا عملوها في كورونا فكانت ما بيدخلش غير واحد وكده، دلوقتي عملوها كويس برده تنظيم فوق كويس والفايبس بتاع البطوله حلوه يعني. تاني مشاركه ليا وصراحه انا بحب البطوله هنا جدا، بطولة حلوة جدا وانا بلعب تحت 13. طبعا دي من اهم البطولات بتلعب دلوقتي، النادي بتلعب في بداية موسم الاسكواش. بجانب هذه البطولة في بطولة تانية برضو في النادي الجزيرة بتقام في نفس التوقيت، بيشاركوا فيها نخبة من اعظم اللعيبة اللي في مصر وكلهم بيشاركوا. ان دي النتيجة بتتوقف عليها الترتيب وتصنيف اللاعبين خلال بداية الموسم، ويترتب عليه كل لاعب بيحاول ان هو ياخد نقط كثيرة في البطولات ديت على اساس دوت هتكون الرصيد اللي ليه ان يكمل المسيره بتاعته خلال الموسم ان شاء الله. بطوله طبعا بطوله ناجحه بكل المقاييس، بطوله فيها اكتر من 860 لعيب، التنظيم رائع من ساعه الدخول من على البوابات لحد ما بيخشوا الماتشات. اللعيبه جامده، ماتشات جامده من اول اليوم. التحكيم الحمد لله كويس، المستوى في التحكيم عالي. شايف انها بطوله قويه قوي، لسه في بدايه سيزون، لسه تاني بطوله في السيزون، فانا شايف انها بطوله ناجحه لحد دلوقتي الحمد لله. انا ماسك فريق تحت 11، بالنسبه لتنظيم بطوله ما شاء الله كويس جدا، والعدد اللي نازل لا كتنظيم ككل حاجه كل حاجه كويسه جدا. والسكواش كده كده يعني احنا مسيطرين على كل حاجه، ايا كان الاعمار احنا مسيطرين على كل حاجه يعني. هي من احسن البطولات اللي بتتعمل كل موسم، يعني احنا كلعيبه ما بنصدق نلعب في بلاك بول. ليه؟ لان هو من اكبر، يعني هو تقريبا اكبر مجمع سكواش في مصر، ومن احسن الاماكن اللي انت ممكن تلعب فيها، وانضف ملاعب ويعني كل حاجه كده، اللي هو يعني حتى الملاعب ما فيهاش اي عيب، يعني اي لاعب هيخش يلعب هيبقى مستريح وهو بيلعب، اللي هو يعني ما حدش يقدر يقول ان في عيوب في البطوله خالص. انا وصلت رقم 7 الجمهوريه، واحسن مركز جبته كان رابع، و بلعب حاليا تحت 15، وكان احسن رانك ليا كان في 11.